السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. النائب البرلماني والناشط الحقوقي برمدا عبيد يعلن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية ويقدم الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي. تصف اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان السوري بالانتهاك القانوني وتعلن التمسك بوحدة الأراضي السورية. وزارة التهذيب الوطني والتكوين المهني تقرر تعجيل موعد إجراء الامتحانات الوطنية لتزامنها مع موعد الانتخابات الرئاسية. تفاصيل النشرة. أعلن النائب البرلماني رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية إيرا برمدا عبيد ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المرتقبة يونيو القادم. جاء ذلك خلال مهرجان نظمه بدار الشباب القديمة في العاصمة نواكشوط، استعرض خلاله الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي في حال انتخب رئيسا للبلاد. دعوني لختام هذا الخطاب الذي أعلن من خلاله ترشحي رسميا للانتخابات الرئاسية المرتقبة. إلا أن أرحب بكل من لبوا دعوتنا من الشخصيات السياسية السامية والمجتمع المدني ومن الإعلاميين والمثقفين والفاعلين والوطني، كما لا يفوتني أن أرحب بالمناضلين المخلصين الذين تحملوا مشقة السفر البعيد لمشاركتنا هذا الحفل المبارك الميمون بإذن الله. واستعرض برام أمام أنصاره بدار الشباب القديمة في نواكشوط جانبا من الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي فيما يخص التعليم والصحة. ما جعلني أفكر بجدية في انتشار الوضع من خلال إطلاق أيام تذكيرية حول التعليم والصحة والبيئة، عسانا نخلص إلى مخرجات تنقذنا من منزلقات العشرية الفارطة المشؤومة. ولعله من الأولوية بمكان أن أقضي نهائيا على التعليم الحر، وأن أخضع موظف التعليم العام وموظف الصحة العمومية لتدقيق صارم حول شهاداتهم التعليمية ومستوياتهم التكوينية. ومن هذا المنطلق سأشن حربا ضروسا لا هوادة فيها على الشهادات المزورة والتكوينات الزائفة وسأقرر القيام بتكوينات شاملة متبوعة بتصنيفات جديدة كليا تفضي إلى عمليات دمج جديد. قال القيادي بحزب المستقبل الناشط الحقوقي ساموري البين موريتانيا اليوم تسعى إلى تغيير، مضيفا في كلمة بمناسبة إعلان الحزب دعمه ترشح الوزير الأول الأسبق سيدي محمد البوبكر للرئاسة أن الموريتانيين يبحثون عن من يوحد ويؤاخي بين مختلف مكونات المجتمع. هدفنا اليوم هو تغيير موريتانيا كاملة، اليوم هدفها هو أنها تغير، وإحنا شايفين أن الراجل يقدر يعاون في التغيير اللي تبحث عنه موريتانيا وجميع الموريتانيين. كما قال الأخ، احنا ندوروا حد اخي الموريتانيين، ندوروا حد يوحد بيننا،
ندورو حد يرصع العدالة بينات مكونات المجتمع، ندورو الدولة ودولة الناس كاملة، ندورو وديك اللي جامعتنا كاملين، ندورو ود في الحق ما فهم مقبول ولا فهم حد ايش يشعر انه معدله خاسر في ذا البلد اللي هو بلده. احنا نختاروا نبنوا مجتمع واحد، مجتمع كاملين نعيشوا فيه بأخاء سلامة وبهدوء واستقرار. أعلن الشاب الموريتاني محمد الأمين المرتجى الوافي ترشحه للانتخابات الرئاسية، معبرا عن أمله في بناء دولة مدنية ديمقراطية ينعم فيها الجميع بالأمن والاستقرار والتنمية. ووصف المترشح في بيان صادر عنه وتوصلت قناة المرابطون بنسخة منه، وصف الانتخابات الرئاسية المرتقبة بالمفصلية في تاريخ البلد، متعهدا بتقديم برنامج الانتخابي للجمهور في وقت لاحق. استعرضت شبكة النساء البرلمانيات خلال ملتقى النظامات في العاصمة نواكشوط المكتسبات التي تحققت للمرأة الموريتانية، كما استشرفت آفاق إشراكها في مختلف المجالات. وقد ناقش الملتقى حصيلة أداء الشبكة خلال المرحلة السابقة وخطة عملها خلال المرحلة القادمة في أفق الانتخابات الرئاسية المرتقبة تنظيمها شهر يونيو القادم. الهدف من هذه الشبكة اليوم تنظيمها هو عرض عمل هذه الشبكة طيلة المأمورية اللي كنا فيها، والهدف منها فعلا الوصول للمرأة الموريتانية مشاكلها المطروحة، والهدف منها مولي ان هذه المشاكل نطرحوها نحن للسلطات العليا، للسلطات التنفيذيه. نحن اصحاب التشريع لكننا نوصل له للتنفيذ، لكن الخطط المستقبليه للبلد تقبل بعين الاعتبار مشاكل المراه الموريتانيه وتحطها في اماكن تعدلها. احنا في فريق المناصره جينا هنا تيك شركاء لشبكه البرلمانيات الموريتانيه في هذا اليوم اللي فيه خلاصه لنشاطات الشبكة البرلمانيات الموريتانية، إذا الآفاق اللي منتظر منها وذيك النشاطات اللي عدلوا والمشاكل اللي والتحديات اللي جبروا، وإحنا كفريق مناصرة فعلا كنا معاهم في بعض الأنشطة خصوصا فيما يتعلق بالتحسيس وقضية المشاركة السياسية للمرأة. أعلنت موريتانيا تمسكها بوحدة الأراضي السورية كاملة وفقا لمقتضيات القانون وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة وقوفها وراء الحق السوري وفقا للموقف العربي المشترك الذي عبرت عنه جامعة الدول العربية. ووصفت الخارجية الموريتانية في بيان صادر عنها اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل بالمنتهك للقانون والخارق لقرارات الشرعية الدولية. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع الاثنين على اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل. اختتمت الجمعية الموريتانية للفرانكوفونية النسخة 22 من أسبوع اللغة الفرنسية، وقد تضمنت نشاطات الأسبوع تنظيم محاضرات وندوات ثقافية ناقشت واقع اللغة الفرنسية والتحديات التي تواجهها، كما تم خلال الأسبوع تقديم عروض ثقافية وعرف مشاركة عدد من تلاميذ المدارس، وقد وزعت في ختام الأسبوع عدد من شهادات التكريم. لقد اختتمنا الآن أسبوع اللغة الفرنسية والفرنكوفونية، وهو أسبوع كان حافلاً بالأنشطة التربوية والثقافية والأدبية، حاولنا فيها أن نعطي الوجه الصحيح لموريتانيا، وهو وجه البلد المتعدد اللغات والمتعدد الثقافات، والبلد الذي يتوق إلى أن يشارك في المحافل الدولية بثقافته الثرية المتعددة. احتضنت رحاب المركز الثقافي المغربي بنواكشوط هذه الأمسية احتفالية كبيرة، وهي باختتام لفعاليات الأسبوع اللغة الفرنسية والفرنكوفونية التي تسهر عليها الجمعية الموريتانية الفرنكوفونية. وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل للسيد أحمد حمزة رئيس هذه الجمعية، وقد تميزت بعدة أنشطة قامت بها مؤسسات مدرسية وثانوية وجمعيات ونوادي، كلها تندرج في إطار الجمعية الفرنكوفونية.
انطلقت في العاصمة نواكشوط أعمال ورشة وطنية حول تسهيل المبادلات في إطار منظمة التجارة العالمية، تستمر إلى غاية 29 من شهر مارس الجاري. وتشارك في الورشة عدد من القطاعات المعنية بإجراءات التجارة الدولية، وتبحث قوانينها ونظم المعمول بها لدى منظمة التجارة الدولية. إذن خلال هذه الأيام لا يمكن الخبراء يقدموا الاتفاقية، المشاركين كذلك من جميع القطاعات، قطاعات بعد المعنية أساسا اللي هي القطاعات المعنية باش ينقالوا إجراءات التجارة الدولية، بما في ذلك وزارة المالية، وزارة التجارة، وزارة التنمية الريفية، وكذلك وزارة النقل. إذا هذا هم الأساسيات بالنسبة لإجراءات التجارة الدولية. نشاط الناتاليي اللي معدلت وزارة التجارة والصناعة والسياحة حول قوانين ونظم منظمة التجارة العالمية OMC، وغاية في الأهمية مشاركة فيه جميع ممثلين الأنشطة، وظهر لمولانا عنه مهم وعنه الآن معروف العلاقات الدولية ومعروف مالي الحمد لله وسائل موريتان وعنها دولة مهمة في هذا المجال. نظمت اللجنة الوطنية لمبادرة شبابية في الصناعات الاستخراجية ملتقا في نواكشوط يناقش آليات تنفيذ مشروع المعطيات المفتوحة، وهو مشروع يتم بالتنسيق مع التعاون الألماني. ويبحث الملتقى وضع الإطار المؤسسي للمشروع، وذلك من أجل تسهيل نشر البيانات المتعلقة بالصناعات الاستخراجية كي تكون معطياتها متاحة أمام الجميع. الهدف من هذه الورشة اليوم أن تندرج في إطار سلسلة من الورشات تنظمها اللجنة في إطار تنفيذ مشروع الأبواب المفتوحة أو المعطيات المفتوحة، وهو مشروع يتم إعداده بالتعاون مع التعاون بالتنسيق والدعم الفني للتعاون الألماني، وهو في مراحله متقدمة، حيث نشرف اليوم على مرحلة هامة وهي بعض وضع الإطار المؤسسي للمشروع بتقديم قانون حول النشر بصفة عامة، ومشروع مرسوم سيقدم لاحقا عن النشر لمعطيات من طرف الإدارة والشركات بشكل مباشر. هذه الورشة الحقيقة تسمح لأعضاء اللجنة الوطنية في الصناعات الإخراجية أنهم يعود عندهم يفهمهم عن البيانات ليعودوا على موقع إلكتروني ويسمحوا للمواطن الولوج لهذه المعلومات، وهذا أساسي به اللي في السنوات الماضية كانت المعطيات عند إداري مدني هو اللي يحصل لهذه البيانات عند الشرائك الاستخراجية، واليوم لا يصبحوا البيانات موجودة على مواقع إلكترونية. لأنه لا يسمح للمواطن العادي الولوج لهذه البيانات. قررت وزارة التهذيب الوطني تعجيل موعد إجراء الامتحانات الوطنية من أجل عدم تزامنها مع موعد الانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها شهر يونيو القادم. بحسب مقرر موقع من طرف وزيرة التهذيب الوطني والتكوين المهني، فإن امتحانات مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية ستجرى خلال الفترة ما بين 29 و31 مايو المقبل، وستجرى امتحانات شهادة ختم الدروس الإعدادية من 29 إلى غاية 31 من مايو، فيما ستجرى امتحانات البكالوريا خلال الفترة من 10 إلى 13 يونيو. احتج حرسيون متقاعدون أمام القصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط للمطالبة بالتعاطي معهم وتلبية مطالبهم، ودعا المحتجون السلطات الموريتانية إلى منحهم الاعتبار اللازم وتقدير العقود التي أفنوا من أعمارهم في خدمة الوطن. شي من الشباب خدمنا من الوطن لين زمن كامل لين كنا مشى عاطينا التصاصيون صالحة، ما عندنا مشكلة. ودارك عانينا من عده مشاكل بين اللي عندنا مش نتواغط، ما نجبر حد مستقبلنا، وعندنا مكاتب معدلين ما هم خالقين ما نجبر فيهم حد، وعندنا ذي المؤسسات اللي قالوا مسكريتها ما نمقع مستقبلنا رقاج منا، ولاننا جابرين حد يتكلم بينا، احنا ما لنا معدلين شيء خاسر، ومعدلين جايين ندور حقوقنا بسيطه، ينفتحوا لنا المكاتب ونقوموا بعدين الاعتبار، وجينا هنا تيا واقفين قدام الرئاسه نبلقوها، لا جبرنا حد مولي يستقبلنا. وهذا الشيء عندنا من اللي خدمنا للوطن من عمرنا كامل 30 سنة 40 سنة 50 سنة، ونتيجة وراء بقينا مزرقة، واحدين اخرين يشتغلوا، واحدين يعيطون، ومكاتب بعد حقوقنا المقسمة ومعدلين ما هم اللي معتبرين ولا هم عيطين ولا هم معدلين، شي من الديار مقفلين ما نجبروا فيهم حد الى الحال. ونحن شريحة كبيرة لا من الشباب درعوا 2000 رقاج من 3 اشهر
نحن نجابروا ونطرحوا مشاكلنا وندور حد يقبلنا بيناتها. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. نائب البرلماني والناشط الحقوقي بيرام الدها عبيد يعلن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية ويقدم الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي. موريتانيا تصف اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان السوري بالانتهاك القانوني وتعلن التمسك بوحدة الأراضي السورية. وزارة التهيئة الوطني والتكوين المهني تقرر تعجيل موعد إجراء الامتحانات الوطنية لتزامنها مع موعد الانتخابات الرئاسية. مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الواحدة والنصف تتابعون إعادة حلقة من برنامج المشهد وتناقش موضوع التنافس في الانتخابات الرئاسية. دمتم في أمان الله.